بسم الله الرحمن الرحيم. دي مجموعة زواجل من أقوى الزواجل اللي موجودة. دي مجموعة جون أردن مايكل بوجك ترطور والكايبر الماترن الترطور كايبر الماترن البيور والماترن البيور والفان والروي. المجموعة كلها معروضة للبيع. بسم الله ما شاء الله كلها مسافات طويلة من أقوى السلالات اللي موجودة. أهلها كلها كسبانة. كايبر الماترن بتاع الحاج فتح البالة وهنعرض التأصيلة بتاعته. فاز بيها الحاج نسيه عزت. كايبر الماترن من الابواب بتاع الحاج فتح البالة مباشر، تمام. والماترن البيور بتاع الحاج فتح البالة مباشر. الفان والروي من بره من هولندا. الجون اردن من هولندا من بره. السكات كلها قوية. بسم الله ما شاء الله اهي. الحمام بسم الله ما شاء الله عليه. مسافات طويلة كلها. من أقوى الحمام اللي موجود في مصر وبره. ومن أقوى لفتات بره الفان والروي البيور اللي موجودة بره في هولندا. أنا بطلع الحتة بألف جنيه عكس غيري بيعمل مزاد ويقول لك الحتة نبدي المزاد بألف وبوصل لتلات تلاف وبتوصل لألفين ونص وبتوصل لأربع تلاف زي ما انتوا شايفين اللي بيحصل. أنا أي حتة عندي كبيرة كسبانة مش كسبانة. وهم كلهم أساسا أبطال ولاد أبطال. الجد وأب أبطال. ويكفي اللي هم حمامة من حاج فتح البال الله يرحمه. استوكات بلجيكا وهولندا. أقوى حمام نزله مصر الحاج فتح البالة. الكايبر الماترن والماترن. وفي جون أردن. وأنا جايب جون أردن من بره على قصين ثلاثة من الأستاذ أشرف أجرس. أهاليهم كانوا مقطعين الدنيا في فروع اللي هم بطراطير. وجايب طراطير من هولندا برضه من أصدقاء من بره. ودخلت الأبواب على بعضها. كل باب لوحده. جون أردن مايكل بوجك ترطور لوحده. الكايبر الماترن لوحده. الجون أردن لوحده. الفان والروي موجود لوحده. الماترن لوحده. الحمامة بسم الله ما شاء الله الله أكبر عليها. كلها مسافات طويلة. حاجة بيور. والحتة بطلعها بألف جنيه صافي. الأبواب كلها صافي. وفي عندي تركيبات برضو بس أكترية الحمام صافي. تمام. دي من أقوى الاستوكات اللي موجودة. حاجة بسم الله ما شاء الله. كلها مسافات طويلة. ما بربيش الا مسافات طويلة صريحة بس. حاجة بسم الله ما شاء الله. الفان والروي كايبر الماترن جون أردن مايكل بوجك والماترن البيور. بواب قوية. الحمام كله زي ما قلت معروض للبيع لاني ما كنتش فاضي للحمام نهائي. الحتة بألف جنيه. الحتة بألف جنيه صافي. تمام. من أقوى الاستوكات اللي موجودة. كلها مسافات طويلة. ومن أقوى حمام جابه الحاج فتح البالة من بره. ومن أقوى حمام جابه الأستاذ أشرف أجرس المايكل بوجك ترطور من بره. ده غير الجون أردن مايكل بوجك اللي احنا جبناه من بره برضه بترطور ودخلناه مع الثلاث أصوص اللي احنا خدناهم من الأستاذ أشرف أجرس. الفان والروي زي ما قلنا جايبينه من هولندا. والجون أردن برضه جايبينه من بره استيراد. فحاجة بسم الله الله أكبر عليها. خلاصة المسافات الطويلة. من الآخر مش هتلاقي السعر ده بره ولا هتلاقي عند أي حد السلالات ديت. وزي ما أنت بتشوف المزادات اللي بتحصل ويقول لك الفرد مزاد أبوه كذا وأمه كذا وفلانة كذا. إحنا ما بنقولش الكلام ده خالص. إحنا بنعرف الباب بتاع مين بالظبط وأصله إيه وفصله إيه والسلالة بتحكي عن نفسها. كل حاجة بسم الله ما شاء الله الله أكبر عليها. كلها مسافات طويلة.